سنة كام بقى؟ تالتة. قد عمر ابني. انت اسمك ايه؟ مروان. يا علي، في حد اسمه مروان مستنيكي. انا اسف ان انا جيت فجأة كده، بس انا بدور على حضرتك من زمان لغاية لما عرفت ان حضرتك نقلت القاهرة. اهلا وسهلا، اتفضل. اي خدمة؟ اتفضل. مش شاي. شكرا. انا كنت حابب استفسر من حضرتك على فترة شغلك في اسماعيلية. لو اقدر اساعدك باي حاجة مش هتأخر. انا ابني عمر اتولد في 8 ديسمبر 2016. ايه ده؟ عيد ميلادي. ومن 3 شهور بس اكتشفنا ان هو ممكن يكون اتبدل في الحضانة. خد ابنك وخش جوه، مش عارفة اتكلم مع الراجل. تعالى يا علي. مستحيل يكون اتبدل في الحضانة، ده ما بيحصلش. وبعدين أنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ حضرتك كنت الممرضة الموجودة يوميها في الحضانة، فلو تقدري تساعديني بأي حاجة هكون ممتن جدا. وأنا هفتكر إزاي بعد ما عدى أكتر من 7 سنين؟ وبعدين ممكن ما بقاش أنا اللي كنت موجودة، ممكن أي واحدة تانية. أنا سألت بقية الممرضات وأتأكدت إنهم ما كانوش موجودين. وأنا هفتكر إزاي إذا كنت موجودة ولا لأ؟ حاجة صحر، أنا بتكلم معاكي بشكل ودي، مش عايزة أي مشاكل. كل اللي طالبه منك ان انت تساعديني. انا اللي عندي قلته لك. انا ما اعرفش حاجه عن الحكايه دي. على فكره انا سهل قوي اثبت ان حضرتك كنت موجوده يوميها من دفتر الحضور والانصراف، مش اغلب يعني. تمام، لو عرفت تثبت الحكايه دي نبقى نتكلم ساعتها. وانا قلت لك كل اللي عندي. شرفت يا استاذ مروان. ايوه مروان، انا حاسس اني وصلت لحاجه. سحر قالت لك حاجه توصلنا لابننا؟ انا شاكك ان هي نفسها اللي خدت ابننا. خدته ازاي؟ بدلته مع ابني بنتها. يعني ايه هتعمل كده ليه؟ بس في حاجه غلط، الولد نفس تاريخ ميلاد عمر، اكيد دي مش صدفه. انت شفته؟ انا بقولك ان انا حاسه، انا مش متاكد من اي حاجه لسه. هو اسمه ايه؟ علي. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، بس انا مش همشي من هنا غير لما اوصل لحاجه. سحر دي طريقتها غريبه، تتكلم بثقه كانها متاكده ان انا عمري ما هوصل لكشف الحضانه. متاكد ان هي اللي قطعت الورق؟ وبعدين هي ليه بعدها تسيب المستشفى وتيجي القاهره؟ في حاجه غلط. طب بحب اجي لك. لا لا لا، خليك انت. عمر عامل ايه؟ مش كويس يا مروان. أنا رجعت البيت ورايحة له كمان شوية. طيب ارجعي له وأنا أول ما أوصل لأي حاجة هكلمك. حاضر. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.